بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في الغيط وبنجيد على الخشب علشان نعمل الطعام. مجهزين فراخ متقطعة ومتبلة، الروزماري والكمون والكزبرة والتوابل المشكلة، وهنبدأ نشوح الأول اللحمة. بسم الله على نار الخشب ونرجع نكمل. بعد ما شوحناها شوية على النار، طبعا نار خشب، نبدأ نحط عليها البصل. بسم الله. نقلبها في البصل، نشوحها شوية في البصل. بسم الله. نحط الفلفل والجزر. بسم الله. كوسة مع البطاطس كده، مجموع الخضار خلاص. نبدأ نقلب الكلام ده. الفراخ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. جربت على الطيبان اهي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شوف كده الحياك. الحياك تمام. مشمش بقى مع نفسها كده على الجمر. طبعا الخضار كله داب في الحلة زي ما حضراتكم شايفين، الكوسة والبطاطس والفلفل والجزر والبسلة، كل المحتوى الخضار. بدأ يدوب في الطبخة الغطاني دي، احنا بنسميها نيف ني، بنسميها نيف ني، يعني كل حاجة نية كده بتتحط على اللحمة وهي تشرب من مية الخضار، مية الكوسة والبطاطس والطماطم والبصل. ينزل عليها التوابل بأنواعها المختلفة، المشكل والرزماري والجنزبيل، فلفل أسود، ونسيبها بقى تغني مع نفسها كده لحد ما تستوي. يلا وتفضلوا معانا وجربوها وإن شاء الله تعجبكم.